مجدي الخليفي نائب رئيس النادي الافريقي يلتحق بنا. اهلا بك سي مجدي. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه اكسبريس اف ام. شنو الامور؟ ان شاء الله لاباس، ان شاء الله في الطريق الصحيح. الحمد لله. باهي منين باش نبداو سي مجدي؟ ظهر لي برشا كلمات عليك. ما لقيت منين نبدا بصراحه. انا ما اخترتش باش تبدا بالكلوب افريكا، اخترت باش تبدا بمجدي الخليفي. بيان سور. عادي جدا. انا الرجل المثير للجدل في النادي الافريقي. لا هي لا مثير للجدل، عادي جدا، معناها مسؤول في النادي الافريقي. ملي التحقت بالنادي الافريقي مع السيد الشريف بلامين، التحقت اول مره دخلت للنادي الافريقي دخلت في خطه كاتب عام. عام قداش؟ عام 2010. دونك كي تدخل في خطه كاتب العام ودخلت شخصيه كبيره كيما الشريف بلامين، ثم ديزابيسي نتاع التسيير اللي يلصقوا فيك وما عادش نجم تنحيهم. مش معقول الاسرار نتاع النادي انها تخرج لبرا، مش معقول انك تخرج، معناها خرجت انه حملوك مسؤوليه ملف باش تخرج تقول لا راني مانيش انا المسؤول، اما راهو زميلي اللي معايا في البيرو سيسير ريان. هو الدوسي اذا كان تخسر سي الكلوب افريكان اللي خسرته ونخسرناه الناس الكل، باش يولي ما خسروش مجدي الخليفي، خسروا مسيو اكس ولا مسيو غريك. على غالب مع الوقت بديت العباد تتخبى، وقلتها في ديكلاراسيون سابقه، قلت لهم بربي اللي ما ينجمش يواجه مظبيه ما يتخباش وراء مجدي الخليفي. نجموا نعتبروا مجدي الخليفي رجل الاكثر كرها نقولوا من قبل احبان الفريق؟ لا 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 سي با فري، يمكن على الفيسبوك. ما عندكش فكره كم يتسال؟ لا لا ما قلت لك، قلت لك على الفيسبوك وعلى الكلافيي، وراء الكلافيي سولمون، وراء الكلافيي خاطر ندور في البلاد الكل حتى بحكم المهنة نتاعي. تمشي للاستاد ماتشات الكلوب؟ موجود بطبيعه الحال، ندور في المقابلات الكل في البلاد، ندور على سقايا في الواحد الكل، ما عادي جدا بالعكس، معناها العلاقه ممتازه وممتازه جدا، حتى بالاشخاص المعروفين المتشدين لزولتيرام تاع الكلوب افريكا علاقتي بهم ممتازه. ورا الكلافي موضوع اخر. نزيدك الاشكاليه اخرى، نحن في العرب بصفه عامه يظهر لي ما نحبوش كون يتحمل مسؤوليته، خاطر لي ما جضيه نتاع مجدي الخليفي اللي يغزروا لها ياسر، كان يرجعوا يعاودوا يشوفوا شي يلقاو. يلقاو مجدي الخليفي موجود تقريبا من 2010 لتو. مجدي الخليفي وقت اللي الكلوب افريكان تبدا ماشيه وتحقق في نتائج باهيه وممتازه، مجدي الخليفي ديما يعمل خطوه التالي، يخلي الاضواء لغيره، بقيه الاعضاء الهيئه المديره ولا الهيئات المديره اللي خدمت معاهم. مالوروزمون كي تصير ازمه في النادي الافريقي الناس كل تخبي وجوهها. انا ما تعودتش نخبي وجهي، تعلمت نتحمل مسؤوليتي. دونك وقت اللي الناس تخبي وجوها وقتها يراو مجدي الخليفي. أفورس أنه جات عدة أزمات، دونك العباد بدات في مخاخة تربط مجدي الخليفي، دونك يراو مجدي الخليفي راو أزمة. ورغم النصائح في الاتصالات والحكاية هذيا الكل في بالي بهم، معناها كنت نجم نظهر كان وقت الربح كما ياسر عبيد ظهر كان وقت الربح وأسماها تربطت بالربح، لكن لا، أنت كمسؤول، المسؤول الصحيح هو وقت الجمعية متاعه في أزمة أنه يخرج ويتحمل المسؤولية متاعه ويظهر لي حتى في الأزمة الأخرانية. وقت اللي مجدي الخليفي وخر شوية التالي وما تكلمش، يظهر لي كسوة أعلام، كسوة لميساجات اللي تجيني من عند الجمهور، وينو أخرجوا تكلموا، أخرجوا عتيو، أخرجوا أخرجوا أخرجوا. ثبتوا لي طو أنا كان خرجت وقت أزمة، نولي أنا المصدر متاع الأزمة. إي سورتو عنا إشكالية أخرى، إذا كان أنت خرجت تحكي على دوسي سيت ولي انت المسؤول عليه الدوسي هذاك، انت خلاص تفسر في الدوسي ولي الدوسي خدمتك انت. خليني في الانتقادات اللي قلت تنجيهم بعض الدوسيات اللي قلت ورا الكلافي، ظل الانتقادات هذه علاش متشبث بالبلاصه؟ ما هو خلاص سايب عليك من وجع على راسك. لا 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 مانيش حاجتين لهنا نحب نوضحهم. اولا مانيش متشبث بالبلاصه. الحاجه الثانيه يظهر لي الرئيس نتاع النادي خرج ولاخر لحظه في الانتخابات نتاعو المرضيه، لاخر لحظه حبيت نكون موجود في البيرو، تبقى زادة. نحن كي دخلنا في النادي الافريقي صناع ولازمنا نكونوا متناسقين، افكارنا متناسقه مع بعضها. كي دخلنا في النادي الافريقي صناع، اول ندوه صحفيه عملناها، اول ديكلاراسيون عملتها، قلت انه الهدف الاولاني نتاع النادي الافريقي ونتاع الهيئه ذي هو خلاص الخطايا، خلاص ديون النادي الافريقي، وان لو كان نهزوا بطوله وما نخلصوش الخطايا نتاع النادي الافريقي راو تنجموا تعتبرونا هيئة فاشلة. باش نبداو، دونك نحن من الأول عبارة على واحد داخل الحرب، دونك مش معقول في شطار الحرب
باش يعطي بظهره الفريق ويخرج. وكي ندخلوا في حرب من نوع ذي ونعرفوا الكم متاع المشاكل الموجود، دونك نعرفوا انه باش تكون وباش نواجهوا انتقادات كبيره من جماهير النادي الافريقي، خاطر الجمهور الذاكره نتاعو ضيق، الذاكره نتاعو ضعيفه. اش معناها الذاكره نتاعو ضعيفه؟ هو المواطن العربي بصفه عامه الذاكره نتاعو ضعيف، دونك باش يسال باش ينسى المشاكل هذيا وقتاش وكيفاش، وباش يشد الاخراني، معناها اللي يقعد في الدار يدي الكراك كيف ما يقول. دونك مش معقول انك تبعد على الفريق نتاعك وقتها يمكن يغزروا لك هاي هكر تحت من المشاكل، لكن ريال مون بعد ما تريد نفوس باش يقولوا لك اهرب، وانا مانيش متعود على هروب. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، راهو عم ناول كي بدينا العام، راهو بدينا عندنا ديون تجاه اللاعبين والفيفا، بدينا بإلا 34 مليون دينار هذايا بدينا بهم الهيئة المديرة هذايا. دونك كي نبداو السنة صدحت قبل في الشمس قلت 20 برك، لا لا وقت اللي نهار اللي جيت للشمس وقتها ثم ملفات خلصت وثم ملفات تحت بالجيستيون، خاطر هذوما الملفات هذوما رام يتحركوا، رام المونتون يطلع ويهبط كي البورصة. مثلا توا في الوقت الحاضر عندنا انوتر اللي خلى الديون نتاع النادي الافريقي تنزل شويه المده اللي فاتت، هو انه الدينار عاود طلع، خاطر اغلبيه الديون بالدينار وبالورو. دونك يطلع الدينار والورو، الدين يطلع كيابت. دونك 50 اكثر من 50% توا من الديون نتاعنا خلصت. مالوريزمون انه الانظار السنه تحتت وقت اللي عملناه وعملنا 50% قلت لي 50% من الديون اللي بدينا بها عملناه وخلصوا. شنو معناها خلصوا؟ خلصوا راهو معناها وقعت ازالتهم، كسوا بالصلح، كسوا بالخلاص، كسوا بجيستيون بيدها، خاطر ثم احكام اللي نزلت، ثم احكام كبيره والا تقديرات الملفات اللي سويت للحكم في الاستئناف تاعو في التاس تاعو. يعني عندنا دوسيات اللي كانت تقديرات نتاعها، مثلا عندنا دوسي كان تقدير نتاعو ولا البروفيزيون الجماعه اللي تفهم كونتابيليتي، البروفيزيون نتاعو 3 مليار 800، هبط جاي الحكم في التاس ب 620 مليون، دونك ثم ريكوبيراسيون ب 3 مليار كيلك. شكون هذا؟ مش لازم نسمي ولا سامي، خاطر هو من العائله نتاع النادي الافريقي ونحن تو في فتره تجميع، مانيش جيت لهنا باش نفرق. لا لا عرفتوا شكون باش نجيك ليه انا بعد شويه. باهي نعاودوا نتعداو، ثم ملف اخر نتاع لاعب كان في 2 مليار و750، هبط المليار و500، دونك ثم المبالغ. ما احنا المهم هو القضاء على الديون، مش شرط انك تخلص. تنجم تخلص المبلغ كامل، تنجم تعمل فيه صلح، كيف ما تنجم تربح بعض الملفات القضائيه. باش نجيهم بالملف بالملف سي ماجد، الاحباء حملوك حتى الاخطاء نتاع الرئيس السابق باعتبارك كنت كاتبها. والله بالضبط الاحباء يلزمهم يعرفوا اني كنت كاتب عام، ما كنتش رئيس النادي. الكاتب عام هو مكلف بالعقود والحكايات هذه. لا لا ما عندي حتى عقد فيه خطا، والدليل على ذي مش دليل، هو بديهيه، حاجه بديهيه. راو كي يبدا عقد غالط الجامعه التونسيه لكره القدم تعمل له الروجي نتاعو، ما تقبلوش معناها ترفضوا. ما هوش غلط شكلا، هو غلط في امور فلوس. لا 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 امور فلوس امور فلوس، ما ثم حتى كاتب عام يناقش الـ المبالغ الماليه، سورتو كي يبدا الرئيس هو اللي يخلص. ما تحطش كلوز مثلا للملاعبي، شنو كلوز؟ في صورة ما انك باش تفسخ وتاخذ مثلا دو سالير تو سالير، هذا ما كانش موجود في لا 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 ما ثماش ما ثماش هذايا، وما ثما في حتى عقد في القانون في القانون التونسي بالنسبه للاعبين. الحكايه هذايا نتاع دو سالير وتو سالير موجوده كان عند المدربين وفي العقد النموذجي نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم، ومعمول به بالنسبه للمدربين، ويظهر لي عندنا مدربين خرجوا وشكاوا وتصالحنا معاهم وحكمت لهم لجنه النزاعات بزوز وثلاثه اشهر. دونك نفو با ميلونجي لي بانسو، مدرب مدرب واللاعبين لاعبين. اللاعبين راهو ثم قانون الفيفا، ثم قانون الجامعه التونسيه اللي ينطبق عليهم، عندهم اجر، عندهم بريم دو روندمون. بالنسبه للزيترونجي مالوريزمون راهو الفيفا والفيفا والتاس ما تعتبرهاش بريم دو روندمون اون فونكسيون دو نومبر دو ماتش جوي، تعتبرك حطيت له بريم دو روندمون مثلا 300 مليون راهو باش ياخذها كامله 300 مليون، مش تقول له لعب اربع ماتشات كيما اللاعبين التونسيين لعب ثلاثة من عشرين. حتى مدربين مثلا كرول سيموني خذوا مبالغ كبيرة كي خرجوا، ولو انه سيموني مازال ما خلصش. هذوما عقود ما تمش تحريرها اولا في المستوى النادي الافريقي، تم تحريرهم خارج النادي الافريقي، خارج الهيئة المديرة للنادي الافريقي، واكتفي بهذا الجواب. انت كاتب عام، مو هكا تحمس، وي كاتب عام سي مجدي.
كتب عام نمشي نتردو المدرب ليه في العقود نحكي امور العقود اي نتردو لا اسمعني اسمعني امور عقود راهو المواضيع ما معقده اكثر من هناك صرحت قبل ونعودها راهو مش كل العقود يقد تتقد في الكتابه العامه تنجم تتقد في الكتابه العامه تنجم تتقد في اللجنه القانونيه فهمتني ماهيش معقده ياسر راهو الاشكاليه نتاع العقود راهو الكتابه العامه كي نقولوا الكتابه العامه ايسونسيلمون سي لا جيستيون كوتيديان دو كلوب عند كونت فوت باسكيت فولي مراسلات مع الولايه مع البلديه مع الجامعه مع الفيفا هذايا كل هذا دورك راهو الريال مش تحرير العقود تحرير العقود سي كيلكو شوز معناها زايده ساعات قد انت ساعات يقوموا بها محامين مانيش باش نقعد نسمي توا كل عقد شكون اللي كتبوا نحن الاشكاليه نتاعنا في النادي الافريقي قلتها ونعودها ناخذينا لاعبين ما خلصناهمش مالوريزمون في لونتوراج نتاع الكلوب افريكا ثم ياسر زاد اللي دايرين بالكلوب افريكا من جهات مختلفه اي سورتو معناها ثم مشاكل اللي يبدا يعسلك على الجوار نتاعك عمال ثلاثة شهور ما خلصش وهو كلوبيست في عوض يدخل بالصلح بينه وبين الجمعيه وكيفاش تقصوا لهم تسكر الطياره ويخرجوا البرا ويشكل الفيفا اما مهم انت قلت ما نحبش نحكي كل واحد شكون كتبه مهم كل واحد شكون كتبه نعطيك اكزامبل مثلا اللي ما حبيش تجبدوا انت قبيليك ما عوض الشاب هكا ولا السيد اللي قلت والجمعيه ونقصنا الفلوس السيد انت هني زعما انت انت مانيش باش نحكي على الماضي لا لا مهم زاد ما عطاك هذاك مبلغ 600 مليون 700 مليون خذاه انت عملت له عقد نتاعو هكا ولا معز الشابي ماهوش عقد معز الشابي الموندا. معز الشابي عنده ان موندا ثم اسمعني راهو مش باش نخرجوا زاد لي زيشونج دو ميل بيني وبين رئيس النادي راهو كي يجيك يقول لك اعمل كذا يلزمك تعمل انت مهمتك باش تعمل راه ماهوش اجتماع هيئه مديره ذي وباش نناقشوا هذه حاجه ثاني حاجه معز في الوقت هذاك يظل يجاب جوارات للنادي الافريقي وخدم على روحه حتى الجوار منين راه كان ياخذ عليه فلوس لا 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 سبافري اللي قال لك الكلام هذا يكذب عليك معناها اي جوار يجي للكلوب معز الشابي ياخذ عليه فلوس لا 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 خذا كان على اللاعبين اللي جابهم معز الشابي ما خذاش على لاعب فلوس على لاعبين كم مبلغ خيالي معناها اللي خذاه كان طلب مليون ونص هو كان طلب هكا خذيه 600 700 قلت لي 600 620 مليون ومازال ما خذاهمش وان شاء الله يتم إبرام صلح فيهم هما بيتو ينجم يتنازل عليهم وينقص فيهم يتنازل ينقص معز الشابي من أبناء النادي الإفريقي وحر على روحه وتصير هو خدمته هذه خدمته صار نزاع بينه وبين النادي الإفريقي بتبيع هو بشي دفع على مصالحه لكن في آخر الأمر هو في الانفيرونمون بتاع الكلوب أفريكا وما نعتقدش بيناتنا إشكالية كبيرة بي سيماج تعيش ما قبلتوش الدعم تاع سوسيوس في باريس مش كان بيبي نجم يعاون الكلوب الموضوع هذا ما نجمش نجاوبك عليه شخصيا خاطر بالحق ما كنتش حاضر معهم ما حضرتش في النقاشات لولا وجهوا لك الدعوه انت لا لا ما جاتني حتى دعوه هما قالوا كلمناه مجلس الخليفه لا 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 ما جاتني حتى دعوه حكيوا معايا بالتليفون وكي حكيوا معايا بالتليفون قلت لهم كريمو انتوما حكيتوا مع رئيس النادي جاكم الرئيس في باريس وحكيتوا معاه وبعد نحن في الهيئه المديره معنا حتى روتور دو فاسون قعدنا معنا على الحياد برسك في الملف هذايا ما ثمش اتصالات رسمية بين الهيئة المدير كلموني بالتليفون باش هبط لهم على الفيسبوك وهبط لهم على الباج اوفيسيال نتاع الفيسبوك ما قالوكش اجابة حنانة لا 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 الاستدعاء لا ما وصلنيش استدعاء رغم اللي هما قالوا استدعاء الناس الكل الناس يقولوا بالتليفون ما وصلنيش استدعاء اسمعني عندنا مراسلات وعندنا ميسنجر بيناتنا مانيش باش نقعدوا يعني علاش رفضتوا كهيئة انكم تتعاملوا معاهم الحركه نتاعهم كسوسيوس بيرسونيلمون مذهبية عندنا سوسيوس في الكلوب افريكان ونحن خدمنا حتى في حتى ستاتوتيرمون يلزمنا هيئه الدعم مطابقه للستاتو باش يكون اسمها سوسيوس اسمها لجنه اسمها إيه نحكي معاكم كهيئه فعليا ما عاونتوهمش معناها الموضوع هذا ما تطرحش في الهيئه المديره للنادي الافريقي اش معناها ما فهمتش الإجابة ما كانش موضوع في جدول الأعمال في النادي الإفريقي دونك ما تناقشناش فيه معناها عباد باش تعاونك تستحق تكون موضوع في جدول الأعمال وبيروقراطية كما نسميه ولا شنو لا 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 ماناش نحكيو على بيروقراطية أعطيتك الموضوع كيما هو هما اجتمعوا مع رئيس أعطيت هذه الكوديم شافرة ما فهمتهاش أنا إي مش لازم تفهم لا لا لازم العباد تفهم معناها لا لا أنا مش لازم نفهم أنا مش لازم نفهم أما الجمهور الكل لازم يفهم نأكد لك أنهم يفهموا على الجمهور الكل بأفريقيا باي دونك المهم
انا تقاعد نتبع الكل، وثم بعض الرموز نتاع سوسيوس اللي تقدت في فرنسا الى دار للكونت كورون اللي صار في الجامعه. وفين كونت شنو هي سوسيوس؟ انهم باش يعملوا ديفيرسمون معناها مونسويل في كونت مخصص الحاجه معينه. توا يظهر لي ما ثماش ابجل من خلاص الديون، دونك بور لو مومون ثم الكونت نتاع الاف تي اف سي اللي تيج ينجموا يحولوا فيه الاموال، في انتظار تزيد العباد تقعد مع بعضها وتحكي مع بعضها وتقرب لبعضها اكثر. باهي، قضيه الساعه للاعبين الكاميرونيين، فسرنا الحكايه نتاعهم بالضبط. اللاعبين الكاميرونيين نجم نبعث لك بعض الدوكيمنت هبطهم على السيت نتاعك، ولو انه القضيه مازلت في الاستئناف ماشيه للاستئناف. اللاعبين الكاميرونيين جاوا امضوا عقود في النادي الافريقي، رفضوا بعد لاجون نتاعهم رفض انهم يهبطوا للتدريب حتى لين تخلص البريم دو فورماسيون نتاعهم مع الكلوب. وقتها بدينا خاطر نحنا شنو سيت صح مع جوار وصح مع ليكيب نتاعو او ميم طون، معناها لي دو مع لي جوار ماشيين مع لي زيكيب نتاعهم مع ليكيب نتاعهم، الامور زادة كانت ماشيه. وقت اللي بدينا في السيناتور طلعوا ماهمش ايكيب بركه، طلعوا زوج جوارات من دو زيكيب كان يحكي عليهم رئيس جمعيه واحده. بعث بدات الاشكاليات، بعث زوز وهذا كل موجود راه في الملف نتاع التقاضي. بعث الكاتب من الاول كل معناه زوج جوارات على نفس ليكيب وغلط في كاشي، بعد رجع ولا كل جوار على ايكيب. باي بعد الفلوس، النقطه اللي خليت انه الكونترات وتذوما يقع الغاهم وتوقف العمليه انه موجودين مكاتبات رسميه بعثهم لهنا الرئيس الجمعيه نتاعهم اصر انه المبعوث نتاعو في تونس يتحصل على البريم دو على 70% من البريم دو فورماسيون اون ديفيز وفي تونس. ويظهر لي ما ثم حتى واحد لهنا نجم يعطيه فلوس اون ديفيز، بس بدو واضحين مناش في تونس ما نجمو نتعاملوا بالديفيز كان اترافير البنك سنترال. اون بلوس الفيفا عملت التي ام اس بور كومباتر البلانشيمون دارجون، دونك ما نجموش نرتكبوا مخالفه كبيره تكون العواقب نتاعها وخيمه او حتى من المبلغ اللي وقع دفع. صحوا مع الكلوب ما صحوش شنو بالضبط؟ انت تحب تعاون في الدوسي نتاع الكاميرونيين؟ نحب نفهم صحهم على الكلوب شنو جمهور الكلوب من حقه يفهم. سي ماجدي هو تم عقد ممضى بينهم وبين النادي الافريقي، ما العقد هذاك راه باش يكون ان جوار كاليفي يلزم ليكيب نتاعك سايبتك. انت ليكيب نتاعك مازلت ما سايبتكش في الحاله هذيا، مازلت على ذمه ليكيب نتاعك. علاش تقيدوا في تي ام اس مال كي مازال على ذمه ليكيب نتاعك؟ لا لا في تي ام اس، في تي ام اس نبداو نصبوا، مازلت الفاليداسيون الدوموند ساعه باش نبداو باش نوضحوا راو الدوموند دو سي تي كارت انترناسيونال دو ترانسفير راو تعملها الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تعملهاش الفرق. الفرق تصب الدوسي، تصب انت الدوسي من هنا بعد تدخل الجمعية الأخرى الكونفيرم لي زانفورماسيون اللي صبيتهم انت. وقتها الملف الكل يظهر عند الجامعة التونسية لكرة القدم باش هي تطلب السي تي. نحن صبينا الوحدات وتعطلنا في الكونترا، في الكونترا اللي بينا وبين الفريق نتاعهم. اي ما وصلناش لمرحله طلب البطاقه الصفراء، ما وصلناش الغادي. انا مازلنا من الاول خاطر لو كان وصلنا الغادي ما عادش عندنا لا ما باش نحيو، فهمتني؟ اي ولا اي انت وكيل اعمالهم طلب 80 مليون يورو باش يتساوى الدوسي، لكن تو الفيفا حكمت لهم ب 500 مليون يورو، مليار ونص. عايش ما سويتش مع الوضعية العالمية بالمعنى. الفيفا حكمت لهم حكم ابتدائي راه ماهوش حكم نهائي، وال باش ندخلني في متاهات اخرى قضائية ما نحبش ندخل فيها. حتى السيد اللي حكم علينا، القاضي اللي حكم علينا، هذا ثامن ولا تسع دوسي جي على كلوب افريكا، ومالوريزمون نحب ولا نكره جودي انكور اون فوا مالوريزمون معناها في الليجان نتاع الفيفا، الليجان القضائية نتاع الفيفا وليت عندهم نظرة بين ظفرين خايبة عن النادي الافريقي. بالنسبة لهم الكلوب افريكان ستين كلوب اللي طارت في الجوارات اللي ما عنده حتى. اذا كان دوسي بالوضوح كما تحكي عليه انت سي مجدي، الفريق نتاعو مش مصحح على الفيفا باش نتاع شنو تعطي فيه 500 تعطي فيه مليار ونص معناها تحكم لهم بلي. لهنا مانيش باش نناقش معاك الامور القانونية، وقتها نعطيك لافوكا اللي ناب في الملف من اول ولاخره
تنجم تحكي معه في المسائل هذية. هو بيدو بعث مكتوب أنه اللي تريد يسوي من الريزولتا متاع الحكم سورتو مع الوثائق اللي تقدمت لهم، وأنه باش يتعدل الاستئناف في التاس، نعرفوا أنه التاس سيغلبوا الجانب القانوني ألورك في معناها الفيفا ديما تمشي مع الجانب الرياضي، التاس تمشي أكثر سو لو بلان جوريديك. بقدرة ربي إن شاء الله نلقاو حقنا في التاس. ويظهر لي قاعدين ثم ملفات كيف ما سبق وقلت لك أنه ثم ملفات قاعدين نقدموا فيهم بالقدام على التاس، وقت لي ولينا بريسك سيستيماتيك نخسروا في الفيفا. باه كيفاش علاقتكم تو بالملاعبيه؟ صبروا برشا في هذه العصايه نتاعهم، هدوا بالجريف باش ما نقولوش عملوا جريف الجمعه اللي فاتت. وين وصلت في الامور نتاع العصايه نتاعهم؟ لا ما عملوش جريف الجمعه اللي فاتت، هدوا ما عملوش جريف الجمعه اللي فاتت. مانيش متواجد الغادي باش نعرفهم هدوا ولا ما هدوش. ما قرفوش ما قرفوش، تريني ونهار صار تململ في اول حصه تدريبيه. اسمعني، التململ عادي، التململ يظهر الوضعية بتاع النادي الفريقي، الناس كل عايشة حالة التململ، ما همش اللاعبين فقط، هذا من حيث المبدأ. ثانيا من المفروض أنه بداية الأسبوع بشيقع صرف معناها جراية أو جرايتين للاعبين، وهذا أمر مؤكد واضح. في الاجتماع بتاع الجامعة شنو صار بينك وبين طارق العاصمي؟ عادي مونا وش عادية، فهل تقدم شكاية ضدك ولا مصحيح لك؟ ما نوصلوش لحكاية هذوم. اي شنو صار؟ عليش موناش؟ لا ما اسمعني، ما نحلوش الوحيد سي موضوع دو سيكلو، صارت موناوشة بيناتنا، سوء فهم بيناتنا، فات تسكر الموضوع في وقته، في الموضوع انتهى. به من الحاجات اللي تعبوا عليك كيف كيف الجمهور، انت ورئيس وحمزة الوسلاتي فقط اللي ياخذ ديسيزيون، علاش تغيب الباقي اعضاء الهيئة المديرة؟ اللي نجم نأكده لك أنه هذا كان مازال تفهم، ما كان مازالوا مستقلوش معناه. لا مازال تفهم، هي مديرة مازالوا موجودين الأعضاء أبار محمد بريدة اللي موجود توا ومدير عام الاستراتيجيات في ميكروسوفت في الشرق الأقصى، ونتمنى له بالمناسبة ذي النجاح في مهامه الجديدة. بقية الأعضاء الكل ما ثم حتى عضو قدم ديميسيون متاعه، صارت تململات في بعض الأوقات. ما تنساش أنه عندنا 5 أعضاء هيئة مديرة جدد عامهم الأولاني في التسيير في النادي الإفريقي، مع الحجم نتاع البريسيون والضغط اليومي اللي موجود في النادي الإفريقي، دونك لازم ناخذوه بعين الاعتبار. ما مازالوا صامدين، وبقدرة ربي إن شاء الله يخرجوا بالنادي الإفريقي ولا يوصلوا فيها، يوصلوا بها إلى بر الأمام بتظافر جهود الناس الكل، كسوى هيئة مديرة الموجودين وإلا المدعمين متاعنا، وخاصة المدعم رقم 1 والموجود دائما وين نحتاجوه وربي يطول في عمره، هو سي حمادي بوسبيع. واضح، باش مثلا عندنا عديد الملفات باش نحكيو فيهم سي مجدي، لكن بعض الاخبار تلحق بنا زميلتي اسماء المد. اهلا بك اسماء. مرحبا اسلام. شو فما جديد؟ متابعه لعمليه توزيع المواد الانتخابيه في مختلف الدوائر استعدادا للاقتراع غدوه. دونك نخليكم على الاخبار بعد مواصلين حتى 5 متاع العشيه مع مجدي الخليفي نائب رئيس النادي الافريقي.